رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض صينية سردين بالبطاطس. وصفة حلوة جدا وهتعجبكم قوي. تعالوا نشوف الأول مقاديرها ونشوف هنشتغلها ازاي مع بعض. كيلو سردين، عندي نص كيلو بطاطس حلقات، وبصلة مفرومة أو حلقات زي ما انتوا حابين تستخدموها، فلفل حلقات، واتنين سمر الطماطم حلقات، واتنين فص ثوم وكزبرة مفرومة، وعندي صلصة طماطم، ومعلقة هريسة شطة، وعندي معلقة صغيرة من الملح والفلفل والكمون والبابريكا والزيت، واتنين معلقة خل وعصير ليمون. هقول المقادير مرة كمان: صينية سردين بالبطاطس، وعندي نص كيلو بطاطس حلقات، وكيلو سردين، وبصلاية، وفلفل حلقات، واتنين سمر الطماطم، واتنين فص ثوم، وكزبرة مفرومة، وصلصة طماطم، ومعلقة هريسة شطة، ومعلقة صغيرة من الملح والفلفل والكمون والبابريكا والزيت، وعندي زيت، وعندي اتنين معلقة خل وعصير ليمون. تمام، تعالوا نشوف برضو هنشتغل فيها ازاي. بطاطس فين هنا؟ تمام، نلبس كده جلوفز. هاتلي ال عندي بطاطس حلقات، حابين تحمروها. انا ساعات بحمرها شويه، وساعات بقوم هاتلي البايركس. طب يعني هاتلي البايركس، وساعات بقوم سايباها زي ما هي كده. فحابين تدوها تحميره في الزيت كده شويه، تمام. حابين تستعملوها زي ما هي كده متقطعه بالشكل ده، برضو ممكن جدا. فشوفوا حابين تستعملوها ازاي. اهي دي كده مش متحمره، عايزين تحمروها شويه. انا بفضل ان انتوا تحمروها شويه عشان بتدي فعلا تيست معاكم احلى وهي متحمره شويه. خلاص، بطاطس كده حلقت، يلا اهي. تمام، الاول بقى ايه، هبدا اتبل عندي السردين. اللي عندي السردين بصوا متنضف، مفتوح بطنه، نضف كويس، متشال الراس بتاعته اهو بالشكل ده كده اهو، بطنه نظيفة. هفتح بطنه وانضف كل اللي فيه، واشيل الراس بتاعته والديل وانضفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص اهو، تمام، قبل ما هبدا اشتغل فيه. طيب انا دلوقتي هجيب الكزبرة الخضراء اللي عندي، هجيب بس بولة او طبق اشتغل فيه. تمام، احط شوية كزبرة، ممكن احط شوية تاني. تمام، فين التوم يا هني؟ احط شوية ملح، شوية فلفل. تمام، وابدا احط شويه بابريكا او شطه اللي متوفر عندي، يا فلفل حلو يا فلفل حامي، شويه كمون. تمام، الثوم مفروم، الخل، معانا رضوى. رضوى، الو. ايوه، ازيك يا رضوى؟ عاملة ايه حبيبتي؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. طيبة. وانت طيبة حبيبتي، وانت طيبة. اتفضلي، ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب. انا والله زعلانة قوي ان انا بقالي كذا يوم عمالة احاول اتصل بيكي، مش عارفة. معلش يا حبيبتي، والله معلش، احنا بنعتذر لك والله على ضغط التليفونات. معلش، مش عايزين اي حد والله يزعل مننا، الموضوع ده بيبقى غصب عننا بجد. معلش يا حبيبتي، ربنا يخليك يا حبيبتي. تسلميلي يا رب، تسلميلي يا رضوى. كل الاكلات. تسلمي رضوى، انت اللي لسه متجوزه قريب صح؟ والله العظيم انت خليتيني ادخل المطبخ، وبقيت فرحانه جدا، وحبيت المطبخ بسبب حضرتك. ربنا يخليكي. انت اللي كلمتيني قبل كده قلتي انت لسه متجوزه صح؟ ايوه انا صدقتك. صح، ايوه صح. حبيبتي تنوريني يا حبيبتي، مبسوطه بجد ان انت دايما بتكلمونا والله. ربنا يخليكي. انا والله تسلمين. كنت عماله احاول اتصل بيك عشان اقول لحضرتك الف سلامه. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. طب عايزه اي حاجه يا رضوى؟ عايزه اي سؤال معانا؟ لو سمحتي شيف اسماء، عندي بطاطا.
بس تمام. هي بطاطا كبيرة، فأنا عايزة أعملها صينية يعني حاجة. ده احنا عملنا عندنا معجنات البطاطا عملناها، وعملنا كمان بسكوت البطاطا الاقتصادي. ممكن أقول لك تعمليها صينية زي بالمهلبية كده، ازاي؟ زي قرع العسل. هقول لك، حاضر، هقول لك طريقة حلوة قوي ليها. ماشي يا حبيبتي. بصوا، البطاطس هفرش البطاطس بالشكل ده كده، وهاخد شوية من التتبيلة أنا عملتها. التتبيلة دي فيها كزبرة وثوم وملح وفلفل ومعلقة هريسة شطة وشطة وكمون، خلاص؟ طيب أنا مش عايزة أعملها حامية، طبعا هشيل هريسة الشطة عادي مفيش مشكلة، ممكن أحط معلقة صلصة مكانها. أهو هتبل كده البطاطس بالشكل ده، لو برضو محمراها هتبقى حلوة جدا. تمام بالشكل ده كده، ماشي. البصل، حط البصل كده، بصل حلقات بقى عايزينه مكعبات زي ما انتوا عايزين، بس بما ان احنا مقطعين كله حلقات فايه، خلينا ماشيين على نفس الموضوع. الطماطم، تمام، وهتبل تاني كده بشوية فلفل حلو او حامي، شوية كمون، وهاخد شوية ملح وفلفل بالشكل ده كده اهو. واحنا حطينا شوية من التتبيلة اللي هي الكزبرة على هريسة الشطة على الثوم على الكلام ده كله، هديله بقى تقليبة كده حلوة كده، كل الخضار ده مع بعض، الفلفل مع الطماطم مع البطاطس، كله كده بالشكل ده. تمام، ممكن بقى ايه تقوموا حاطينها كده مساويينها كده، بصوا عاملينها ورا بعض بقى كده، طماطم مع فلفل مع بطاطس. معانا تليفون علي؟ ايوه. ازيك يا علي؟ ايوه كنت عارف. اتفضل يا حبيبي. لا انا حنان. حنان؟ طيب اتفضلي يا حنان، معلش. اتفضلي يا حبيبتي. معانا حنان؟ معانا ولا الخط قطع؟ طب حاولي تكلمينا تاني حنان، حاولي تكلمينا تاني حبيبتي. بصوا بقى، انا هنا الكزبره والكمون ومعلقه الهريسه بتاعه الشطه ومعلقه الصلصه اهي، وعليها الملح والفلفل والكمون والشطه او الفلفل الحلو، وعليهم خل وشويه ليمون. تمام، بصوا الخلطه دي كده، هقوم جايبه السردين اللي عندي، هحشي السردين دي ومتبل ايه. تمام، هحشي واتبل من بره اهو، هحشي كده واتبل من بره. تمام اهو، كل الكمية اللي عندي لحد ما اخلصها. المهم بس نبقى منظفين البطن كويس وبالراحة، عشان السمك يعني من الحاجات اللي بتتهري، فمن واحنا بننظفها ناخد بالنا. اهو بالشكل ده كده اهو. معانا ميار ولا منار؟ منار. طب الخط قطع يا منار، معلش ضغط التليفونات، بس حاولي تكلمينا تاني اهو كده بالشكل ده. بصوا، واخد كل التتبيله كده في السردين بالشكل ده، انا حشيت بطنه وبتبله بالشكل ده اللي انت شايفينه، خلاص. واجي بقى كده ارص كده السردين جنب بعض بالشكل ده اهو، تمام اهو. كده هحط الباقي كده فوق الوش بالشكل ده كده، كل التتبيله اللي فاضله دي هحطها فوق الوش بالشكل ده كده، خلاص كده الصينيه عندنا في منتهى الجمال.
صينية بجد حلوة جدا تفتح النفس، حرشة كده، ولو كمان بتحبوا الحامي هتبقوا هتحبوها جدا. تمام، يبقى احنا التتبيلة اللي احنا حشينا بيها ودخلناها مع الخضار بتاعنا كزبرة خضراء مفرومة عليها كام فص ثوم مفرومين وكمون وشطة أو فلفل أحمر حلو اللي هو البابريكا وملح وفلفل، تمام، وشوية زيت وشوية عصير خل وشوية عصير ليمون، شوية خل وشوية عصير ليمون، خلاص قلبناهم مع بعض لحد ما بقت عندي الخلطة اللي انت شفتوها دي، أخدت منها شوية تبلت الخضار اللي عندي البطاطس والطماطم والفلفل والبصل والكلام ده كله وفرشته تحت، وبعدين حشيت بيها بطن السردين وتبلته من فوق. خلاص مش عايزين حاجة حامية، هتشيلوا الهريسة هتستعملوا بس الصلصة وكمان الفلفل الحامي لو عايزين تستخدموه أو تستخدموا فلفل رومي مفيش مشكلة خالص. تمام، ده كده الصينية بتاعت السردين. هنطلع بقى فاصل ودي هدخلها الفرن، هتاخد لها حوالي مثلا من تلت لنص ساعة. تمام، وهغطيها بس بفويل وبعدين نرجع نكمل وصفاتنا بعد الفاصل. استنوا.